اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد معكم نبراس من قناة براس سبور. انا اول شي بهذا الفيديو بعيدكم للاشتراك في القناة وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ابرز تصريحات مدير المنتخب السوري رضوان الشيخ حسن لبرنامج ونقول: انا اعمل ضمن منظومة فيها مدرب ومساعدين، والقرار النهائي للمدرب فجر ابراهيم. اشكر اللواء موفق جمعة على موقفه الجريء وتثبيت الكادر الفني لتصفيات كأس العالم، وهذه نقطة إيجابية تسجل له. نحن طالبنا بزج المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا وقوبل طلبنا بالرفض. نحن اكتشفنا أسماء جيدة للمنتخب الأول كعبد الله الشامي والمرمور وورد السلامة في بطولة غرب آسيا. المنتخب سيكون بشكل ثاني أمام الفلبين، ستشاهدون الروح والانسجام. إعداد الأندية السورية للاعبين ضعيف جدا. أتمنى من الجمهور والإعلام أن يقف مع المنتخب في هذه الفترة. كانت هاي أبرز النقاط اللي ذكرها مدير المنتخب السوري رضوان الشيخ حسن عن المنتخب السوري. نتمنى نحن دائما يطلع عنا حدا ويخبرنا ويصرح عن أخبار المنتخب. أبرز نقطة ذكرها مدير المنتخب السوري هي عودة الروح والانسجام، حيكون في عنا أداء جديد أمام منتخب فلبين. نحن بنتمنى هذا الشيء إن شاء الله مع بداية تصفيات وخوض أول مباراة مع الفلبين، عودة المحترفين ومشاركة جميع اللاعبين. بما انه كانت حجة النتائج السيئة والسلبية باخر فترة هي غياب المحترفين وتجريب اللاعبين، مفتاح بداية مشوار صحيح بالتصفيات هي الفوز باول مباريتين، خصيصا اللقاء الاول والرسمي بعد النتائج السلبية اللي كانت مع الفلبين. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا السوري. بتمنى منكم مثل كل مرة تشاركونا رأيكم حول هاي التصريحات، وشكرا لكم.